أهلا بكم. في البداية دعوني أعرفكم ببعض المنتوجات التي أصدرتها مؤخرا، وهي مسرحية العشاء الأخير، وكذلك أصدرت في هذه السنة يعني خلال هذا الشهر مسرحيتي الجديدة قلب في اليمين، عن سيرة لبوشعيب البيضاوي أو سيرة لحياتية لبوشعيب البيضاوي. أتمنى أن ترقكم هذه الأعمال وتجدون فيها يعني ما ترغبون. وأنتقل إلى موضوع اليوم، يعني بحثا في الأغنية الشعبية أتحدث عن حميد الزهير الذي يعتبر علامة فارقة في الأغنية المغربية وكذلك في الأغنية الشعبية، وأيقونة متميزة في العزف وفي الأداء، حملت أغانيه الكثير من الفرح والبهجة، كما حملت معها العديد من التساؤلات عن الوضع الاجتماعي داخل المغرب خلال الفترة التي عاش فيها المرحوم حميد الزهير. دراسة متأنية لأغاني حميد زهير تضعنا لرسم صورة عن الواقع الاجتماعي الذي عرفه المغرب. لكن بداية دعونا نتعرف عن أغنية للا زهيرو عاودي لي أشجرالي لي، وما تحمل هذه الأغنية في طياتها وما علاقتها بالدعارة. هذا ما سنتعرف عليه خلال هذه الحلقة، ابقوا معنا. بعض الأغاني الشعبية كانت تمتلك الكثير من الجرأة والكثير من الشجاعة في وقتها، حيث استطاعت أن تدخل البيوت عبر الأسطوانة أو عبر أمواج الإذاعة الوطنية دون أن تثير الكثير من الحساسيات. نموذج أغنية للا زهيرو للفنان حميد زاهر رحمة الله عليه هي واحدة من تلك الأغاني التي استمع إليها المغاربة دون ما حرج، رغم أن موضوعها هو الدعارة والبغاء. إن زهيرو بطلة القصة، امرأة تعيش بمفردها وتشتغل بيتها لممارسة الدعارة، الأمر الذي سيعرضها للاعتقال، وبعد خروجها من السجن ستزورها إحدى قريباتها وهي امرأة طاعنة في السن لليمة. هذه المرأة التي تسألها عن سبب دخولها السجن: ألالا زهيرو عاودي لي أجر ليك، ألالا زهيرو منين جاك صبار، منين جاك ألالا زهيرو جابوا لي ولد عمي من الرباط، ألالا زهيرو شكون في البيت، شكون ورا البيت، ألالا يما ولد عمي ذاك العفريت، ألالا زهيرو شكون فوق السرير، شكون ورا السرير، ألالا يما ولد عمي باقي صغير، ألالا زهيرو شكون في الباب، شكون ورا الباب، هذاك ولد عمي من الحباب، ألالا زهيرو ومنين جاك العقيق، منين جاك ألالا يما جابوا ولد عمي ذاك الشقيق، ألالا زهيرو منين جاوك الخراص، منين جاوك، ألالا يما جابهم لي ولد عمي من مكناس. قد يبدو للبعض أن قصة زهيرو مجرد قصة من نسج الخيال، بينما هي في الواقع حكاية حقيقية. يعني أن زهيرو خبره انتشر بين الناس حتى أصبحت مثالا متداولا يتفكهون فيه المغاربة في جلساتهم، قائلين اللي جا من الصحراء ولد عمك زهرة. لكن وجب التذكير أن كل امرأة عفيفة اسمها زهرة أو زهيرو، يعني وهو اسم للتصغير إما للتحبيب أو للتحقير، تجب الإشارة أن ابن حميد زهير أشار في إحدى مداخلاته أن الأغنية هي مجرد احتفاء بأحد المغنيات اللواتي كانت ترافقنا حميد زهير. وهنا تطرح مسألة قراءة هذه الأعمال الفنية والقراءة التأويلية لها بأكثر من منطلق وبأكثر من منهجية ونظرية. تبقى هذه فقط قراءة لا غير. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة، إلى لقاء آخر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب
وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.